الرئيس العليم ونائبه الزبيدي يشاركان في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس العليم ونائبه الزبيدي يعقدان لقاءات في نيويورك. اللواء بن بريك يؤكد على ضرورة استمرار الحوار الوطني الجنوبي في مرحلته الثانية مع كافة المكونات الجنوبية. اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بحضرموت يؤكد تراجع خدمة الكهرباء بالمحافظة. إصابة شخصين برصاص مسلح في ضبضب شمال شرق الشحر.